بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل شغلنا في الفيديو اللي فات. احنا كنا بنتكلم على كيفية رسم فرق الجهد عن طريق الميل بتاع المنحنى بتاع شدة التيار الكهربي. انا هشرح الجزء ده تاني كمان مرة علشان الناس تستوعبه معايا بسهولة. هاجي اقول لك ارسم لي، اتخيل كده وارسم لي شدة التيار الكهربي على المنحنى. اقول لك يا سيدي هبتدي المرة دي مثلا اقول لك ان ده كده شدة التيار الكهربي. انت اشمعنى ابتديت من الصفر؟ انا بدربك على ان ما ينفع، مش فارق معاك البدايه منين، اللي فارق معاك ان انت ازاي تحسب. هنيجي نرسم تحت برضه المنحنى، تحتيه على طول المنحنى بتاع مين؟ بتاع فرق الجهد. يبقى دي المنحنى فرق الجهد. بس وانا برسم بس اخطط كده الايه؟ الرسمه اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. طبعا انا ممكن ارسم على نفس المنحنى فوق وده اللي هيحصل بس كمان شويه. خلاص؟ وبعدين برضه فيها ممكن اخد نقطه هنا، ممكن اخد نقطه هنا. احنا قلنا ان ده اي وده تي. طب الميل احنا كنا بندرسه فرق الصادات اهو، فرق الصاد اهو اللي هو دلتا اي على فرق السينات اللي هو دلتا تي. لو انا جيت ابص على الدلتا اي على دلتا تي هلاقي ده انا بقدر احسب منه مين؟ بقدر احسب منه فرق الجهد. طب ده سهل علينا، ما تيجي ناخد نقطه نقطه كده ونحسب لها الميل. لو خدت النقطه دي وحسبت لها منين؟ قال لك ارسم لي مماس، ده ادي المماس بتاعها اهو، هيبقى العمودي على محور السينات لان ده يعتبر هو المماس بتاعها. ممكن واحد يقول لي لا ده مش ده المماس، ده المماس بتاعها بيبقى مايل سنه كده. هقول لك برده دي اكبر قيمه هيميل بيها. خلاص كده؟ يبقى ديت القيمه العظمى، ساعتها هنلاقي فرق الجهد يا جماعه بقيمه ايه؟ بقيمه عظمى. طيب ده كلام سليم. تعالى كده ناخد النقطه دي، قال لك لا النقطه ديت المماس بتاعها هيبقى اقل شويه. بصوا يا جماعه اما اجي ارسم له المماس اهو، اهو شايفينه؟ مع محور السينات اهو، انا هرسمه لكم كده بخط واضح مع محور السينات اهو. هتلاقي القيمه ديت قلت عن النقطه دي، يعني اذا دلوقتي لو انا جيت خدت النقطه دي ونزلت لها باسقاط تحت كده هتلاقي النقطه دي هنا كده يا جماعه. طب تعالى ناخد النقطه دي، قال لك لا يا سيدي النقطه ديت المماس بتاعها اهو، يعني موازي لمحور السينات يعني كصفر، يبقى انا هنزل هنا ارسم صفر كده. يبقى ده كده ايه؟ ده كده اهوت الجزء الاولاني. طب تعالوا نروح ناخد هنا، قال لك ارسم لي مماس، ادي المماس بتاعه اهو، وادي محور السينات اهو. لو جيت خدت الزاويه دي وجبت فيها تان تاني اللي هو ظل الزاويه، لان الميل يا جماعه لما كنا بندرسه كنا بنقول ظل الزاويه، الميل لما كنا بندرسه بنقول ظل الزاويه. ليه؟ شايفين المثلث ده اهو ولا بلاش المثلث ده؟ هرسمها لكم هنا انا تاني. لما كنا بنيجي نقول مثلا انا عايز احسب الميل، فكنا بنقول بناخد فرق الصادات على فرق السينات. طيب لو جيت انا قلت لك الزاويه دي سيتا، ممكن تجيب لي تاني سيتا بتساوي ايه؟ بتساوي المقابل اهو، المقابل اهو، المقابل على المجاور، المقابل اهو والمجاور اهو. طب ما هو المقابل هو نفسه فرق الصادات والمجاور هو نفسه الفرق على السينات، يبقى اذا تاني الزاويه هو نفسه بيساوي الميل. فلما اجي نبص على ده هنلاقيه في نص الدوره الثاني، هنلاقيه في الربع الثاني، والربع الثاني التان بتبقى سالبه. حد عايز يتاكد من الكلام ده اقول لك يا سيدي بص، افترض ان المنحنى ده بالشكل اللي قدامكم ده كده اهو، اهو انا هرسمه لكم ثاني هنا عشان بس تفهموها. ديت نقطه ودي نقطه ثانيه. لو جيت ابص على ده كده هلاقي التيار هنا ب 5 امبير مثلا وهنا ب 2 امبير، مش ده تيار؟ هفترض ان انا خدت قيمتين اهو والزمن بتاعهم اهو، هفترض ان ده مثلا 3 ثانيه وده 2 ثانيه. لما اجي احسب الدلتا تي، دلتا اي على دلتا تي هيساوي 5، هيساوي ايه بقى؟ خدوا بالكم، اطرح اللي انت عايزه. لو انت خدت النقطه ديت ابتديت بيها يبقى تبتدي بيها بسط المقام، يعني 5 ناقص 2، 5 ناقص 2، ابتديت باللي فوق 5 ناقص 2، روح على 5 ابتدي بالزمن بتاعها 2 ناقص 3 على 2 ناقص 3، هيساوي 5 ناقص 2 ب 3 على 2 ناقص 3 بسالب 1. طيب ممكن واحد يبتدي بالثانيه، هقول له هي هي 2 ناقص 5 مقسومة على، خدوا بالك كنت بتديك بالاثنين، روح اطرح 3 ناقص 2. لما تيجي تبص دي 2 ناقص 5 بسالب 3، 3 ناقص 2 بواحد هتديك برضه قيمة ايه؟ سالبة. فإذا النقطة دي الميل بتاعها سالب، يعني أنا أنزل كده أنا بنزل طبعًا الميل سالب، يعني إيه الميل سالب؟ يعني القيمة دي سالبة، يبقى الفي قيمته سالبة، يبقى أنزل كده لتحت أهو وأوقع قيمة الفي أهي يا جماعة، قيمة سالبة. طب لما أجي هنا قال لك لا ده الميل ده أكبر ما يمكن، أكبر ما يمكن بس بالسالب تحت، خدوا بالكم، يبقى أنزل كده ألاقيها قيمة عظمى. يبقى ده الربع اللي بعده. طيب بعد كده نروح هنا، نروح عند النقطه ديت، قال لك لا ده الميل بتاعها بصفر، يبقى النقطه ديت فرق الجهد عندها بصفر، لان لما يكون الميل بصفر اضربه في المقدار السالب بتاع الحس الذاتي يديني الفولت بكام؟ يديني الفولت بصفر. فتطلع الرسمه عامله ازاي يا جماعه؟ تطلع الرسمه عامله كده زي ما انت شايف كده. طبعا لو وقعتها فوق هي نفس الشكل بتاع ايه؟ بتاع الجزء الاولاني، الفرق ان انا ابتديت بالتيار من هنا. فاذا انا عرفتك شكل الرسمه او شكل الرسم البياني عامل ازاي؟ وعرفتك ازاي تحسبه. اللي احنا شرحناه ده اللي هو التفسير الرياضي. ازاي تفسير رياضي؟ يعني احنا بنقول ان المعادله الرياضيه بتاعه الفرق الجهد والتيار على الملف هي دي، ان فرق الجهد بيتناسب طردي مع مين؟ مع معدل التيار شده التيار. طب
طب معدل التيار ده اللي هو مين؟ اللي هو فرق الصادات على فرق السينات بالنسبه لرسمه شده التيار. طب ما انا اقدر لو انا معايا رسمه شده التيار اقدر استنتج منها مين؟ رسمه فرق البعد. وتاخد بالك استنتجت ازاي عشان لو جات لك في الامتحان حاجه زي كده يبقى انت عارف اللي هي الطريقه. وده اللي مشرح فيه في كتاب المدرسه. باشمهندس الجزء ده صعب ومش عارف اكتب فيه ايه. انا يا سيدي هسهلها عليك خالص. هقولها لك ببساطه للدرجه اللي تخليك تفهمها في 3 4 سطور بالكتير. احنا هنقول ان فرق الجهد على الملف بيساوي معامل الحس الذاتي مضروب في دلتا اي على دلتا تي. وبعدين نفسرها له ازاي؟ نقول له لما نيجي نرسم المنحنى بتاع دلتا اي على دلتا تي هنلاقي ان الميل بيساوي فرق الصادات على فرق السينات. ولقينا ان فرق الصادات على فرق السينات ده هو بيساوي دلتا اي على دلتا تي. يبقى اذا انا اقدر احسب فرق الجهد بدلاله الميل بتاع رسمه شده التيار الكهربي. خلاص كده ادي الموضوع سهل خالص اهو. ازاي بقى؟ قال لك بص يا سيدي، لو انا جيت لقيت ان شده التيار قيمه عظمه عندها هيكون الجهد بصفر. ليه؟ لان لما التيار يكون قيمه عظمه الميل بتاعه بصفر، يبقى اذا هيكون الجهد بصفر لان انا بضرب الميل في معامل الحاسه فيديني الجهد بصفر. الكلام بسيط جدا اهو. لو انت هتبص عليه كده الثلاثه مع بعض هتلاقي الموضوع بسيط اهو. بتقول له ايه؟ بتقول له لما يكون الاي بقيمه عظمه عندئذ يكون الميل بتاعه بصفر، عندئذ يكون فرق الجهد بصفر لان فرق الجهد بيساوي القيمه مضروبه في الميل. طب لما يكون التيار بصفر عندئذ، خدوا بالكم، عندئذ يكون فرق الجهد بقيمه عظمه لان الميل هنا اكبر ما يمكن فيكون فرق الجهد بقيمه ايه؟ بقيمه عظمه. ادي الموضوع وما فيه. لو انت هتلخصه فرقتين ثلاثه. وبرده الكلام ده موجود عندكم في المراجع وموجود في المذكرات. تعالوا نكمل شغلنا ونقول ان احنا دلوقتي قلنا احنا يعني شلنا المقاومه الاماميه. طيب ايه اللي بيمنع مرور التيار دلوقتي؟ الحس الذاتي، الحس الذاتي اللي موجود على الملف. طب عايزين بقى نقول ان في ممانعه بتحصل للتيار، في حاجه بتمنع مروره. طب عايزين نبتدي نقول ان الحس الذاتي ده بيمنع مرور التيار او بيمانع مرور التيار الكهربي، وبالتالي نقدر نقول ان هو بيقاوم مرور التيار الكهربي، وبالتالي نقدر نقول ان احنا عايزين نعبر عن ممانعته ده بقيمه بكذا اوم. مثلا نقول ان ممانعه الملف لمرور التيار فيه كذا اوم. نقولها ازاي؟ قال لك مبدئيا احنا هنخترع حاجه جديده للحس ده. احنا هنقول عليها المفاعله الحسيه. زي بالظبط المقاومه الكهربيه. دي كانت مقاومه كهربيه، دي مفاعله يعني على وزن مقاومه، يعني حاجه كده زي المقاومه بالظبط بتمانع مرور التيار الكهربي. بس هي خدوا بالكم بقى مفاعله حسيه، يعني هي ممانعه ناتجه من الحس الذاتي، يبقى هو عباره عن ممانعه مرور التيار الكهربي نتيجه الحس الذاتي لمين؟ للملف. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي على مين يا جماعه؟ على الممانعه الحسيه. المفاعلة الحسية. المفاعلة الحسية رمزها XL، وال ديت جايه من كلمة كويل، آخر حرف في الكويل، وإكس دوت هو رمز المفاعلة الحسية. لما يجي يسألك يقول لك معناها إيه؟ هقول له هي الممانعة التي يلقاها التيار الكهربي المتردد عند مروره في ملف حس عديم المقاومة الإيه؟ عديم المقاومة الحسية، أو في ملف بسبب حسه الذاتي. قال لك من خلال التجربه وجد ان الاكس ال بتتناسب مع الاف وبتتناسب مع معامل الحس الذاتي. فطلعوا طبعا التناسب ده هشيله واحط قيمه ثابته، فطلع ان الاكس ال بتساوي 2 باي اف في ال. يبقى ده القانون اللي بنحسب بيه الممانعه الايه؟ اللي بنحسب بيه المفاعله الحسيه للملف. طيب المفاعله الحسيه للملف خدوا بالكم تتناسب مع التردد طردي وبتتناسب مع معامل الحس الذاتي طردي. يعني لو انا هرسمهم مع بعض كده ادي الاف وادي الاكس ال هلاقيها كده، ولو ده ال برضه هتلاقيها كده. بس احنا عايزين برضه نستوعب ونفهم ازاي التردد بيأثر لي على الاكس ال او بيزود لي ممانعه الملف. ازاي كل مثلا ما ازود عدد الدورات او عدد اللفات بتاعت الدينامو الاقي ان المعوقه او اللي بتعوق مرور التيار كبيره اكبر. قال لك بص يا سيدي، انت لما يكون عندك رسمه بالشكل اللي قدامك ده، لما يكون عندك رسمه بالشكل ده الزمن هنا 10 ثواني. 10 ثواني يعني ده كده خدوا بالكم ده رسمه مين؟ ده رسمه الجهد
اللي جاي لي من الدينامو اللي متطبق على الملف. خدوا بالكم بقى اللي هيحصل ايه. طبعا افترض القيمه دي قيمه كبيره عادي مش فارقه، انا بس اللي رسمه الرسمه صغيره. قال لك دلوقتي الزمن ده كام؟ الحته دي اللي هي ربع دوره، قال لك ده ب 2.5 ثانيه. هو انا لو قلت لك ان 2.5 ثانيه ده هو المعدل بتاع التغير في الجهد، يعني هو نفسه معدل تغير الفيض. يعني كل لو الجهد بيتغير من صفر لحد قيمه عظمى في 2.5 ثانيه، يبقى الفيض بتاعه بيتغير برضه من صفر لقيمه عظمى في 2.5 ثانيه. طب ال 2.5 ثانيه دول بالنسبه للتغير في الفيض زمن كبير قوي ولا صغير؟ لا كبير جدا. يعني الفيض بيتغير ببطء 2.5 ثانيه قيمه، لكن خد بالكوا ده معناه ايه؟ يعني ايه الفيض بيتغير ببطء؟ قال لك يا سيدي ده معناه ان الاي ام اف اللي بتتولد صغيره. يعني الممانعه صغيره، ليه صغيره؟ قال لك اصل الفيض بيتغير بطيء، يبقى الممانعه اللي بتقابله بطيئه، خلاص كده؟ لكن لو انا جيت خليت الزمن ده 10 اس 6 اس سالب 6 سكند، يعني ايه؟ يعني 1 من المليون من الثانيه. دلوقتي بقى التغير في الفيض كبير ولا صغير؟ مش احنا كنا بنقول يا جماعه ان التغير في الفيض معدل التغير في الفيض عباره عن دلتا فاي على دلتا تي؟ قال لك اه. انا عملت التغير في الفيض اللي هو الفيض اتغير من صفر لقيمه عظمى، بس المره دي في زمن ايه بقى؟ في زمن صغير جدا. يبقى بالتالي الاي ام اف هتزيد، اللي هي الاي ام اف مين؟ المستحسه اللي بتعاكس، زادت بسرعه كبيره جدا. ليه؟ لانك انت قللت مين؟ قللت الزمن. يبقى معدل تغير الفيض كبير، لانه بيحصل بسرعه. يبقى الاي ام اف اللي بتعاكس الاي ام اف الاصليه كبيره. ده اللي انا بقول لك معناه ايه؟ معناه ان انت لما هتزود التردد الممانعه بتزيد. برضه مش فاهم ببساطه. هو انا لما خليت الزمن ده صغير عملت ايه؟ قال لك مش انت بتقول ان الاف بتساوي 1 على تي؟ قال لك اه. مش انت خليت ده صغير جدا؟ اه. يعني انت عليت التردد جدا؟ قال لك اه. ولما عليت التردد ايه اللي حصل في معدل التغير في الفيض؟ ده بقى كبير. يبقى الاي ام اف المستحسه العكسيه بقت كبيره. يعني ايه الاي ام اف المستحسه العكسيه؟ ما هو اللي بيعبر عنها دلوقتي مين؟ المفاعله الحسيه. لما الاي ام اف المستحسه اللي بتعاكس الاصل تبقى كبيره، يبقى معنى ذلك ان الممانعه كبيره. ليه؟ لانها هتعوق مرور التيار بنسبه ايه؟ بنسبه كبيره او بقيمه كبيره. اتمنى يكون ان الجزء دي وصلت. انا حاولت افهمك يعني ايه التردد بيأثر على الممانعه. تقدر بالمثل تعرف تاثير معامل الحس الذاتي على الممانعه. خلاص تقدر بالمثل تعرف تاثير معامل الحس الذاتي على مين؟ على الممانعه. طيب الممانعه او اللي احنا بنقول عليها مش ممانعه، اسمها المفاعله الحسيه. كده احنا خلصنا جزء كبير على الملف او على دائره التيار المتردد مع الملف. ان شاء الله نكمل الجزء اللي فاضل في الفيديو اللي جاي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.